ينضم إلينا من الجزائر مراسلنا محمد جرادة. محمد، نتعرف معك على خلفية تصريحات الرئيس الجزائري تبون وتفاصيل ما جاء فيها. طبعا شاهدنا تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جاءت في إطار اللقاء الإعلامي مع الإعلام المحلي والتي امتدت لنحو ساعة وعشرين دقيقة. تحدث في الشأن المحلي وفي الشأن الدولي بشأن التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان. رد أن ما يحدث في مجلس الأمن والأمم المتحدة أمر غير مقبول، و لا يمكن أن تبقى إسرائيل بمعزل عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن للأسف كما قال أن قوة قانون القوة ربما هو الغالب قياسا بقوة القانون. فقال ضرورة مراجعة آليات الجامعة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن. أعطى مثال، قال كيف للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بشأن دولة فلسطين ب 144 دولة، لكن هذه السلطة وهذه الدول كلها مقابل صوتين اعترضا على اعتراف بدولة فلسطين. هذه المقارنة بين في آليات عمل مجلس الأمن، وبالتالي طالب بمراجعة آليات عملها، وأن التجاوزات الإسرائيلية أثبتت أن أصبح اليوم ضروري مراجعة هذه الآليات وأثبتت فشلها، وكأن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أصبحت تقدم تحديدا مجلس الأمن يقدم تفويضا لإسرائيل للاستمرار في شأن سؤال حول دور الجامعة العربية. إن سمحتي شاهين، قال للأسف أن الهيئة الإقليمية أثبتت في التطورات الأخيرة أنها ربما غير مفعلة وبإصلاحها. وأعطى أيضا إن سمحتي شاهين مثال عن صندوق النقد العربي وصندوق التنمية. قال كان يمكن أن تقدم هذه السنة مساعدة للدول العربية في إشارة إلى لبنان أو السودان، وقال للأسف هذه الصناديق اليوم غير مفعلة ولا يوجد ما يقدم مساعدة. نعم، نسأل عن إذا ما كانت الجزائر لازالت تعلق قنصليتها الموجودة في لبنان، هل من خطط لعمليات إجلاء لرعايا جزائريين كذلك في البلاد؟ ننتظر شاهين أي بيان بشأن إجلاء الجالية الجزائرية في لبنان. لحد الساعة لم يرد أي بيان رسمي أو إشارة، ربما بفعل كما تعلمين التطورات الأخيرة، وربما خطورة العملية تحتاج إلى تنسيق عالي لإجلاء الجالية الجزائرية في لبنان. لحد الساعة لم يرد أي بيان، فقط البيان قبل 3 أيام من السفارة الجزائرية في لبنان تعلم أنه أن عملية الإجلاء والتنظيم ستتم وسيتم إبلاغ كل الجالية الجزائرية. كان بيان سابق طالب بكل أرقام وتحديد مواقع وأماكن الجالية الجزائرية، وأن يكون على أهبة الاستعداد في حال سيتم الاتصال بهم شخصيا لاستدعائهم لعملية الإجلاء من لبنان. شكرا لك محمد على كافة هذه التفاصيل والمعطيات، كنت معنا مباشرة من الجزائر.